الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية ببغداد وفي أربيل، وقالت مصادر صحفية إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، وأشارت إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار عراقي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,200 دينار عراقي والشراء بواقع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. كشف مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي الحالي مظهر محمد صالح عن اكتمال إعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022 واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل، وأكد أن مناقشة ستجري بعد اختيار الحكومة المقبلة. وقال صالح إن الموازنة اكتملت لكنها لم تناقش في مجلس الوزراء، ولفت إلى أن وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولارا للبرميل النفط الواحد، مبينا أنه في حال تأخر إقرار الموازنة الجديدة سيتم الاعتماد على قانون الإدارة المالية من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام 2021. وقع لبنان وشركة المقاولون العرب المصرية اتفاق مشروع لتطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 87 مليون دولار، ويستهدف المشروع تطويرا كاملا وإنشاء مباني جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء، أي كل المباني التي ستكون مجتمعة في مكان واحد ومرتبطة إلكترونيا بتحكم مركزي. وأعلن مرفأ طرابلس شمال لبنان في 29 من شهر تموز الماضي فوز شركة المقاولين العرب المصرية بعقد تطويره، ويعتبر مرفأ طرابلس ثاني أكبر المرافق اللبنانية، وبات الميناء الرئيس بعد أن دمر انفجار ضخم في الرابع من شهر آب عام 2020 مرفأ بيروت وأجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية وأوقع مئات القتلى والجرحى. أعطى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون موافقته النهائية على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع الحد الاقتراضي الحكومي مؤقتا إلى 28 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع كانون الأول في الأقل. وحافظ الديمقراطيون الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات رافضة. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 من شهر تشرين الأول الحالي، وهو الموعد الأول الذي قدرت فيه وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونغرس. توقع صندوق النقد الدولي تراجع أسعار الطاقة بحلول مطلع عام 2022، وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي جيتا غوبينات أنه من المرجح أن تحافظ أسعار الطاقة على ارتفاعها المسجل في الأيام الأخيرة قبل أن تتراجع مطلع العام المقبل، وأضافت أن أسعار الطاقة ستكون مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، متوقعة أن تتراجع بحلول أواخر الربع الأول من العام المقبل ومع دخول الربع الثاني. وأشارت كبيرة خبراء الاقتصاد بأن صندوق النقد الدولي سيكون في موقع أفضل بعد مرور شهور الشتاء بسبب التوقعات بمعاودة التراجع.
ختام موجز، إلى اللقاء.